ذكر يا جماعة عاملين ايه؟ هنبدأ ان احنا نلعب تاني ومن الاول الكامبينج بتاع ايجيبت او مصر يعني. تمام، المرة دي هنلعبه بطريقة مختلفة، انا ما بعملش فيديوهات زي بعض، مش هشرح نفس الطريقة اللي انا شرحت بيها المرة اللي فاتت، انا هشرح لكم طريقة سهلة جدا بس هي ما فيهاش حروب كتير الا للضرورة القصوى، بس لما تيجي تحارب هتلاقي نفسك قوي جدا وهتلاقي معاك فلوس كتير. ماشي، تعالى نبدأ نشوف ماشي اللعبة دي هتتلعب ازاي. اتعقدت، راح انت سايبها وايه وماشي. طيب هنشيل دي خالص. طيب هو بيقول لك اوبجكتيفز يعني ايه الاهداف؟ بيقول لك ان انت كومبليتلي كنترول 3 بروفاينس، 3 بروفاينس يعني 3 بروفاينس. البروفاينس ده عبارة عن مقاطعة او دولة فيها كذا مقاطعة، يعني قلنا السيتلمنت اللي هو الحتة الواحدة بس، لكن البروفاينس ده كذا حته. تمام، طيب يعني انت خلي بالك انت ممكن تخش على دوله عشان تاخدها. طبعا 3 بروفاينس يعني 3 تبع بعض، يعني كل واحده ماشي مكونه من كذا ساتلمنت او كذا مقاطعه. ماشي، طيب انا برضه هفسر لكم الكلام ده للناس اللي بتتفرج عليه لاول مره. طبعا انا شرحته في الفيديو اللي فات قبل كده، اشرح لكم تاني. دوله زي مصر دي ماشي، دي كده عباره عن بروفاينس في 4 ساتلمنت، يعني الكسندريا، منفيس، هرمز، المهم يعني 4 زي بعض. ده كده ده ستلمنت، الواحده منهم الواحده ستلمنت، يعني دي كده ستلمنت، لكن كلهم على بعضهم اسمهم بروفاينس. يعني انا كده هو بيقول لي ده اتحكم في 3 بروفاينس، يعني انا من الاخر كده 3 دول بمنافعهم، يعني 3 دول بمنافعهم بالمقاطعات بتاعتهم. تمام، طبعا صعبة جدا، يعني انا عشان انا كده مصر خلاص، انا كده عايز 2 تانيين. ماشي، يعني مثلا فلنفرض انا ليا حتة هنا في فلسطين تقريبا. تمام، طيب المفروض ان انا كده عشان اقرب حاجة يعني اروح واخد دي كمان ودي كمان ودي كمان. الله، ماشي، طب انا كده تعمل بقى جيش بقى وتخش هنا وتحارب هنا وبقى ماشي، ونفضل بقى نحارب في الدنيا. الله، لا هو اللعبة مش عايزك ان انت تقعد تشكل في كل الناس اللي موجودة، لان انت كده هتزهق اساسا، وهتلاقي بقى ايه عقبال ما تشاكس في دي عشان تاخدها تلاقي هي راحت مطلع لك جيش من هنا هي كمان. ما مش هتسكت يعني، البلد نفسها مش هتسكت. ماشي، تيجي تاخد المقاطعه دي تلاقي المقاطعه دي هجمت عليك، والمقاطعه، وبقى يا سلام بقى لو في دوله تانية من الجنب التاني ماشي هجمت عليك هي كمان، تلاقي نفسك زهقت وقرفت اساسا. ماشي، وبعدين انت كمان ما بتبقاش مطور السلاح. لا انا هوريك بقى اللعب المظبوط اللي هو ما يخليكش تزهق اساسا. تمام، طيب خليك معايا دلوقتي. هو طبعا كده ايه، او دي كده اول مقاطعه هنا بيقول لي كده في علامه تعجب. طبعا هنبدا ان احنا ايه نشوف حاجه. يستحسن ان انت اول حاجه تعملها مش الجيش. ماشي، يستحسن اول حاجه ان انت تعمل دي. تمام، خلاص اوكي كده. طيب شوف الاهداف، في اهداف اهي اهي، خلي بالك الاهداف دي لما بتعمل بيحصل غيرها يعني. تمام، الهدف ده يطول شوية بس مش هنخش حرب. بيقول لك انت كده current total 1، انت كده متحكم في 1. ماشي، انت كده عايز 2 و3. بيقول لك اتحكم فيها المقاطعة دي يا اما عن طريق ان انت تاخدها ownership، او عن طريق ان انت تعمل military alias. يعني شوف بقى العكس تماما. ماشي، يا اما تعمل military alias يعني تعمل حلفاء للجيش، او حلفاء يعني عسكريين. تمام، يا اما تهجم عليها وتاخدها. طب بذمتك كده انهي الاسهل، ان انت تعمل حلفاء عسكريين ولا تهجم عليها؟ هتقعد تهجم عليها هتلاقي نفسك بتدور في ساقيه، ومش وهتلاقي دول تانية بتهجم عليك، غير ان انت كمان الدول دي كمان اساسا مش معاديه ليك، بتخليها تبقى معاديه غير المعادي اساسا اللي اللعبه حاطاه لك. ماشي، فانت كده المفروض ان انت خلاص كده يعني ايه، المفروض ان انت كده يعني ده يعني. طب ماشي سيبك من ده، تعال نشوف اهداف اقل شويه. بقى هنرجع ليه ده تاني. بيقول لك ايه، كونستراكت ذا فولوينج بيلدينج لايبرري، عايز مكتبه. تمام، عايز يبني مكتبه. خلي بالك التمهيدات دي والحاجات دي اللعبه بتديها لك واحده واحده، لما بتعملها بتغيرها لك لحد ما توصل للهدف الرئيسي او الكبير اللي هو ده اللي هو تكسب فيه. تمام، طيب تالت واحده بيقول لك ايه، خليك في حرب مع فولوينج فاكشن اللي هو سيلوسيد. هو سيلوسيد ده يا جماعه يعني ايه، او ما اعرفش انا بنطقها صح ولا لا، اللي هي الرسمه الشمسيه دي،
اللي هي تقريبا سوريا، تمام، اللي هي رسمة الشمسية دي، بيقول لي خليك في حرب معاها، تمام. طيب اوكي، دي سهلة برضو، هتلاقيها جات لوحديها اساسا. بعد كده بيقول لك ده كده ايه الاهداف البسيطة اللي هي اول حاجة. بعد كده بيقول لك بيقول لك ان انت في مقاطعة اسمها سيرينيكا، ماشي، دي كده في الغرب، تمام. انا هوريك فين هي سيرينيكا دي، اهي هنا كده في المكان ده، طبعا مش ظاهرة، مش مشكلة، دي تبعها طبعا، بس هي العلامة الشعار بتاعها اهو. بيقول لك ان انت تبقى معاها، تاخدها، ماشي، يا اما عن طريق، ماشي، ان انت تعمل سطر بي، يعني ان انت توصي عليها، تبقى واصي عليها، ماشي، يا اما بقى تخش بقى بالجيش بتاعها. بس انت طبعا عشان تخش بالجيش بتاعها، ماشي، يعني ايه، مش هتاخد سيرينيكا بس، انت لازم تاخد المقاطعه دي كمان، وتاخد مقاطعه تانية كمان تبع ليها، وممكن الناس تتضايق من اللي انت عملته، تروح هجمه عليك، انت معايا؟ هنشوف كل حاجه بالايه، بالمية مية. طيب بص يا جماعه، عشان ما نطولش على بعض، خلاص احنا كده عرفنا الايه الاهداف اللي ايه الموجوده. طيب هتعمل ايه؟ ماشي، طبعا انت كده هتيجي هنا على الدبلوماسي، تمام، احنا كده لسه ما عملناش اي حاجه خالص، انا كده بس حددت البتاع. في عندك هنا السياسه بتاعتك، خليها رسمه الارنب ده، اللي هو فودو بابليك اوردر، علم عليها عشان ما يقعدش يقول لك كل شويه انت ما عملتش. طيب هنيجي هنا، ماشي، نشوف الدبلوماسي بتاعتي ايه ظروفها بالظبط. ماشي، عندك هنا بيقول لك ايه، طبعا ده بالاحمر يعني كده ده عدو. طب انت عندك هنا كده ايه؟ طيب بيقول لك يا باشا انت كده عندك حليف اللي هو اوفروس، تمام، وعندك عدو اللي هو سيرينيكا. طيب لا، انا مش هخلي سيرينيكا عدو ليا، تمام، انا هوريك انا هعمل ايه. علم كده، هتلاقي واحده اللي ماسكاها، شوف يعني وشها محمر ازاي، يعني مش طايقاك، بيقول لك توتال ناقص 111. طب انا كده اغيرها ازاي؟ دي ما بتتفهمش. ماشي، هي كده بتقول لي انا هسمعك، ماشي، هنبدا ان احنا كده مفيش الا دي، ماشي، بيست ريتري، وكده ابدا ان انا ايه اعمل البيمنت، ماشي، واعرض عليها فلوس، تمام. طيب كده انا هعمل معاها سلام. طب هو كده بيقول لي كده انت 100 100 كده كده، لو انت عرضت العرض ده هيبقى هاي، يعني هيبقى مرتفع، هيتقبل، ماشي. في ناس بتقول، هو ما كانتش تعرف، بتقول لك الله، طب ما انا كل شويه ما اعمل عروض بيترفض. لا، ما هو كده بيديك هتترفض ولا هتتقبل. طب تعالى نقلل الفلوس شويه، 1200 برضه هاي، حلو. طب تعالى نقلل الفلوس كمان شويه، 600 هاي برضه، حلو قوي، يعني هي قابله باي فلوس. طب تعالى كده نشوف بيس، بس يعني شيل دي كده، هاي برضو، اداء الله، دي كده قبل السلام. طب تمام تمام 100 100 100 100، خلاص تعالى ندوس، خلاص كده. This is not a sweet wine, but I drink it for the good of my... حلو كده، شوف بدأ التوتال يبقى 10، وبدأ ال 111 اللي كانت موجودة دي بالناقص تبدأ تقل. شوف كده، انا هاخدها صديقة، هقول لك هنعمل ايه بعد كده. طيب في ايه تاني بقى يا باشا؟ كده شوف، احنا كده بنلعب بلعبة بذكاء، ماشي، خلي بالك ان الاحمر اللي كان هنا ده راح، تمام، بس هو ده الصح، مش تلعب تهجم، تفضل تهجم 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 تهجم، وبعد كده تلاقي بقى ايه ضب الجيش بتاعك ما بتطوروش، او في حتة ما ينفعش تطور فيها، والجيش اللي قدامك متطور، تبدا ان انت تتغلب وتزهق، ماشي، ويا جماعه ايه اللعبه دي، بتلعب ازاي، وتبدا تدور من الاول وجديد بتتلعب ازاي. طيب المهم، احنا كده خلينا طب انت كده عندك الحليب ده، ماشي، اول الراجل اللي جنبيك ده. طب في عندك نبوتيه اللي هي دي، ماشي. طيب نبوتيه دي بيقول لك ان انا كده عندك يا باشا، دي ده كمان بالناقص، بس الراجل بتاعها بيحبك، ماشي، بس التوتال ناقص 110، يعني خلاص كده انت فريندلي. لا، انا هخليك ازود بقى. ليه بقى ازود؟ بخش معاه في الغميق، بعمل معاه صفقات، وبعد كده ببدا ان انا ايه ممكن اسيطر عليه بعد كده، او اعمله حليف عسكري، ويبقى كده انا دلوقتي خدت يعتبر بروفاينس او مقاطعه او دوله، ماشي، وخليتها حليف عسكري. هو طالب مني كده في الاهداف، ماشي، اللي هو الثلاثه، بيقول لي خليك في كنترول او متحكم، او يعني عامل تحالف عسكري مع 3 دول، ماشي، انت طبعا منهم، وفي 2 تانيين. المهم، طيب هنشوف نبوتيه اللي هي دي كده، ونشوف الدنيا فيها ايه، ماشي. انا كده في تريد، في
will give you a fair answer before the sun. ماشي. في هنا في هنا عندك بتاع اتفاق عسكري بتاع تجاري ماشي برضو مش كفايه. طيب انا عايز برضو اقول حاجه، انا عندك ميليتري اكسس خليها دلوقتي، لان انت لو عملتها هيقول لك متوسطه ماشي. طيب هنشوف برضو حاجه تانية. لو انت عندك هنا مثلا ميليتري اليانس، ده اللي هو التحالف العسكري، لا خليك خلينا الاول دي ابسط شويه، مش هتعمل. طب هو دلوقتي مديريت، يعني انت كده لو قلت له ماشي هيقول لك لا، يعني مديريت لا لازم هاي ماشي. طب البيمنت، تعالى ندفع كده فلوس اوفر، خلي بالك تعلم على الاوفر وتدفع. لو انت دي ماند يعني هتطلب طبعا، انت كده المفروض هتطلب كمان، يعني انت بتزود الطين بله زي ما بيقولوا. لا ما تطلبش منه فلوس، انت تعرض عليه فلوس. تعالى كده نشوف 600 1200 بقى هاي، حلو قوي حلو قوي. لا ارجع بقى خليها 600 بس، بقى هاي برضه. طب تمام كده اقل حاجه متهيألي 600 ماشي. طيب ماشي اوكي. طب تعالى هيديني الميليتري اكسس، وخلي بالك العلاقات بتاعتنا هتزيد. اوكي شايف بقى كده هنا بقى 73 توتال، كان 63. خلي بالك ان الفريندلي دي هتبقى فيري فريندلي بعد كده. تمام. طيب ده كده ايه الراجل ده حاجه بقى كده اتفقنا، هو ميليتري اكسس معايا ماشي، او ال يعني السماح العسكري ممكن الجيش بتاعي يعدي عادي من قدامه ماشي، بس هو لسه مش حليف. طيب دلوقتي انا كده تمام ضمنت ان الراجل اللي في الغرب هنا ده معايا ماشي، او عملت معاه بيس. تمام عملت ضمنت الراجل اللي في الشرق ده ماشي معايا برضو. تمام. طيب يعني ده كده ايه، هنخش بعد كده في عمليه ايه تحالف. طيب هنبدا ان احنا خلي بالك انا ماشي تبع الاهداف دي، ماشي تبع الاهداف دي. تمام. وخلي بالك الاهداف دي بعد ما تعملها هتتغير، وانت بعد كده هتلاقي ان اللعبه قصادك يعني مفتوحه قدامك، وايه يعني بقت الاهداف بقت سهله، وانت بتطور نفسك من غير ما تضرب ماشي. المهم تعالى هنا، طبعا هنا كده ايه ده عايز تطور، بس عايز تكنولوجي. تمام. هنا برضو تعالى نطور الاكل ده ماشي، تعالى نطور الاكل ده برضو مؤقتا، يعني لازم تطور حاجه طبعا قبل ما تعدي. كده انا عملت كل الكلام ده يا جماعه يعني، وما مشيتش حاجه، مفيش ترن مشيته يعني، مفيش سنه عملتها. طيب نبدا ان احنا نشوف لما نشوف الدبلوماسي تاني ماشي، تبدا ان انت تشوف ان انت كده ايه مفيش حرب مع حد ماشي، وكده مفيش الا الحليف اللي هو قبرص ماشي. بعد كده هنشوف الدنيا هتبقى ازاي. طيب المهم هات قبرص برضو قبل ما نطلع ماشي. في عندك هنا هي عامله وصايه عليك. تمام. لا شيل الوصايا. تمام. The gods of Olympus will look to our safety. Let us hope you are not visited by the gigantic. ماشي شيل الوصايا. هي طبعا التحالف راح، بس انا مش هسيبه برضه خلي بالك. هو كده حتى احمر اهو. تمام. لا انا مش هسيبه، انا هعمل معاه حاجه ثانيه، في اتفاق عسكري، في اتفاق تجاري. هقول له ميليتري اكسس لو. طيب عندك هنا تاني في اللي هو، لا سيبك من ده خالص. طيب عندك ده مثلا، ده اللي بيتقبل على طول، ده لو برضو. طب تعالى كده نشوف البيمنت لو انا دفعت له مدريت، عايز زياده كمان مدريت برضو مدريت هاي. طب تعالى نقلل شويه هاي برضو، حاول توفر فلوس على قد ما تقدر كده. لا هو هيقبل بدي ماشي اهو، هاي اهو. طب ماشي خلي بالك ان هو قلب عليا ماشي، وانا ايه وانا لا لا مش هخليه يقلب عليا. تمام. اصفرت اهي شويه، وهبدا ان انا اشغله من غير وصايا ماشي، يعني اهو كده مش هخليه يبقى واصي عليا. خلي بالك ان في اتفاق تجاري هنا، انا طبعا ايه المفروض ان هو يبقى معمول ومتسجل هنا، بس طبعا هو مش مكتوب. تمام. كل ده لسه انا ما غيرت، ما حولتش انا كده لسه ما عملتش سنه يعني.
طب كده خلاص تمام. خلي بالك انا شلت الوصايه ليه بتاع اوبروس، لان الدوله اللي هي سيرينيكا دي ماشي ما بتحبنيش ان انا يبقى عندي، بتقول لي ما بتحبش اوبروس، فهتقول لي شيل الوصايه اللي اوبروس عاملاها لو انت عايز تتعامل معايا، خلي اوبروس ما تبقاش واصي عليك تمام. يعني احنا هنا لو جبنا هنا كده، طبعا طبعا هي كده ايه يعني حالتها زي الزفت طبعا ماشي. طب من ضمن الحاجات اللي هي اللي بص، من ضمن الحاجات اللي هي اللي مش عايزاها، بيقول لك هنا ايه، بيقول لك تريتس ويز اوبروس ناقص 2 ماشي. فطبعا انا لما شلتها دي كانت رقم كبير خلي بالك، بس انا طبعا نسيت اقول لكم عليها دي. انا لما شلتها كده هي فرحت تمام، ان انا كده اوبروس ما بقاش ليها ايه وصايه عليا تمام. اول يونين عامه. طيب ده هنبدا ان احنا دلوقتي كده خلاص خلصنا الترن الاولاني ماشي، نبدا بقى ايه ندوس. Your people are widely admired and I humbly request that you consider us suitable for. طيب خلي بالك بقى حاجه، ان هو كده بيعرض عليا ماشي حاجه تانية جديده بدل ما انا كنت يعني اعمل ماشي. هقول له اوكي طبعا. So you know how to haggle and when to stop. An offer. بص بقى هنا بقى very friendly، بقى كان friendly الاول يعني ودود معايا او صديق، بقى very friendly يعني صديق جدا تمام. كده العلاقة بقت زي الفل. خلي بالك ان انت كده لسه بتعدي سنة واحدة. طيب المهم طبعا كده هنبدا ان احنا برضو يعني العلاقه مع سيرينيكا طبعا بايظه وزباله تمام. طبعا ده كده احنا عملنا المزرعه بتاعتنا. شوف الفلوس، خلي بالك هتزيد واحده واحده، اصبر بس عليا. خلي بالك ان في هدف بعد كده هيجي لك يقول لك انا عايز الثروه دي 90,000. 90,000 يعني الترم فيه 90,000 بس. فماشي هنبدا ان احنا كده ايه نشوف الدنيا ماشي. هو كده بيقول لك ان اول حاجه طبعا هنلعب عليها. طيب هنبدا نشوف العلاقه برضو تاني دبلوماسيه مع هنا مع الراجل ده ماشي. نبدا ان احنا ايه نخش كده نديله فلوس او اي حاجه ماشي. دي طبعا الاتفاقات ماشي. الاتفاقات اللي انا عايزها فعلا ماشي، اللي هو الميليتري اليانس، اللي هو التحالف العسكري. ليه؟ لما تعمله هتلاقي البروباينس، انت بيقول لك كده انت كنترول 1، لا هتلاقيها 2 اول ما تعمل تحالف عسكري مع الراجل ده ماشي، من غير بقى ما تخش تاخد المقاطعات بتاعته وتفضل تضرب في مقاطعه تلاقي مقاطعه ثانيه هجمت عليك والشغلانه دي. بعد كده هيبقى في ناس فعلا انت حرب في حرب معاهم واللعبه هتديهولك، دول بقى لازم تخش معاهم عسكري بقى ماشي. يعني نتفرج بقى على الفيديو، وطبعا انت هتبقى مطور بقى الجيش بتاعك وهتبقى الحرب كويسه. طيب لكن كده انت تخش تهجم على اي حد حواليك حتى مش هتلحق تطور حاجه يعني. طب المهم هنا بيقول لك ميليتري الينز، تعال نجرب كده. بيقول لك لو ده لو قوي. طيب في حاجه ثانيه، في حاجه ثانيه خفيفه شويه، في حاجه خفيفه. في عندك هنا في الديفنس تعال نجربه لو برضه. طيب تعال، هو كده الديفنس طبعا هو يحاول يدافع عنك. طيب تعال نشوف دي كده ونحاول ندي فلوس. يعني زود كده شويه وبعد كده نبقى نقللهم لو برضو. لو مفيش، لو مش هيقبل حاليا، مش هيقبل. طب اعمل انا ايه عشان اقوي العلاقه؟ خلي بالك ان هو له رقم معين وهيقبل بعديه، يعني هو 88 تمام. التوتال كله على بعضه 78 تحت. طب انا هقول لك هنعمل ايه. هو بيقول لك هنا خلي بالك ان هو بيقول لك على ناقص 10 دي. طب سيبنا منها دلوقتي. طب خلينا دلوقتي ان احنا ايه ندفع له اي حاجه كده وخلاص، يعني ايه جفت كده محبه تمام.
طب هو قال لك ان كده الجفت دي قليلة برضو. هاي 900 هاي حلو. هو خلي بالك هو هيقبل بأي جفت. شوف حتى صوته اتغير ازاي بقى ناعم. بس كده تمام كده بقى 99 تحت خلص بعد 89 تمام. لسه برضو يعني خلي بالك ان انت ما تقدرش تعرض عليه ان انت تعمل تحالف عسكري معاه. طيب تعال نروح للدولة التانية اللي هي سيرينيكا دي تمام. ونبدا ان احنا برضو نتكلم مع الراجل مع القائدة بتاعتهم. طبعا ده كده يعني من اي البنيلة خالص ده كده ناقص 44. مش هقدر ان انا التفق معاه على حاجه دلوقتي تمام. وعندك ان هو عايز اعمل معاه اتفاق تجاري والكلام ده كله. لا انا هدفع له فلوس الاول تمام. هعرض عليه جفت كده هديه. نشوف هنا هاي. طب نقلل شويه ونشوف. ماشي برضو هاي. طب حلو يعني هاي برضو. طب كويس احنا كده بنوفر في الفلوس مش كده. يبقى نزود كده تمام. وهنقول له اوكي. This is not a sweet wine, but I drink it for the good of my people. مش خلي بالك هو كده حتى لو ما زادش الانطباع بتاعك ماشي. المهم يعني لو حتى ما زادش الانطباع بتاعك هو بعد كده بعد ما تمشي الترن بتاعتك ماشي هيبدا ان هم ايه انه يعني بعد ما تمشي الترن بتاعتك هتقول لي انت عمال تصرف الفلوس وبعد كده. طب يا عم اصرف الفلوس واتفرج بعد كده هيبقى فيه ايه. بس المهم هنيجي بعد كده هنا عندك أوبروس تمام بالاصفر اهي. الراجل مش عاجبه. هنيجي نفتح طبعا ماشي. هو كده العلاقة طبيعية عشان طبعا انا شلت منه الوصاية ماشي. ابدا ان انا ايه اقول له مثلا ايه تريد اجريمنت. انا عايز اتفاق تجاري. بيقول لي هاي. اقول له اوكي. The gods of Olympus rejoice when men show such good sense. كده بقى 72 ماشي. يعني كده برضو ايه اوكي 100 100 كده. طب تعال نشوف حاجه ثانيه. تعال نشوف ميليتري اكسس كده. هاي برضو ولا لو؟ لا لو. طب تعال نشوف حاجه ثانيه. هنا ميليتري الينس ماشي. ديكلير وور ماشي. اند ديفنس الينس لو برضو. طيب انا كده بعامله كانه دوله عاديه مش وصواصي عليا. طيب المهم هنا كده ممكن اوكي لو ممكن اديله جيفت مثلا. هو حتى قبل بالتجاره على طول معايا ما اتكلمش. مودريت يبقى عايز تاني. مودريت برضو عايز تاني. هاي حلو. Now we can drink and give thanks to Dionysus for the wine. We have agreement. طيب بعد الترم طبعا ما يعدي او بعد السنه دي ما تعدي الخطوه اللي بعد كده يعني هتلاقي يعني حاجات ايه جميله جدا. انت عندك هنا التجاره بدات تزيد 2811. طبعا الفلوس قلت بس ال 2811 بعد ما اتحرك هتجي لك تمام. هنا لسه حتى انت كمان المزارع اللي انت عملتها لسه ما خلصتش. بس هنبدا ان احنا ايه نحرك خطوة. انت بتحرك الخطوة وانت عارف ان انت مأمن نفسك من الجنبين مع الراجل ده ومع الراجل ده ومع الراجل اللي فوق. طيب كده خلي بالك انت عندك كده بقى عندك الدخل 3600 اهو. وعندك ده زادت الثروة بقت 2600 ماشي. وفي عندك تكنولوجيا اتعملت. بيقول لك ان كده في كوش ومعرفش مين بيتخانقوا. بيقول لك ان الفاكشن دول اللي بيتخانقوا مع بعض. اوكي طيب المهم هتبدا ان انت تعمل ما تعملش العسكري دلوقتي ماشي لان مفيش خطر. هتبدا تعمل ايه بص يا جماعه ده اللي بيجيب الوباء لازم تعمله. الحاجات اللي هي بتاع الوباء دي لازم تتعمل ازاي. بيقول لك ان انت اعمل ده عشان بعد كده بيقول لك ان في ديزيزز وامراض وبتاع وبتيجي. فانت ايه خلينا ده كده على طول عشان نريح دماغنا ماشي. فهو طبعا الامراض بتيجي نتيجه ان انت الاوبشن ده ما عملتوش او التكنولوجي دي ما عملتهاش اللي فيها التنظيف دي. بس بعد كده ماشي هنجي برضه هنا الدبلوماسي تاني. لسه العلاقه مش سليمه لسه ده محمر اهو. طيب هنيجي ندوس على سيرينيكا دي
I will listen carefully to your ماشي بس هتلاقيها قلت شويه بقى عن المكان الاول كده عندك 25 اهي وعندك بقى نص 33 يعني دي هي صعبه شويه بس انا برضو اقدر عليها طيب هنقدر نعمل بعد كده ايه عندك هنا تريد اجريمنت لو طب استنى كده تعالى نعمل معها تجاره برضو طب تعالى نعرض فلوس بقى له برضو طيب لا برضو طب هو مش قابل خلاص نديله جفت بس انا نازل لازم انزل الاحمر ده هديله ايه فلوس بس كده وادوس ماشي عندك بايت هاي طب تعالى نقلل شويه هاي برضو تعالى نقلل شويه هاي برضو هاي تمام مدريت طب تعالى نزود سنه عشان يبقى هاي ماشي ونبدا ان احنا ايه This is not a sweet wine, but I drink it for the good of my people. تمام انت كده هتبدا تقلل الدنيا خالص بعد ما تعمل ترن هتبدا ان هي ايه تفك الدنيا تمام طيب بعد كده هنبدا نشوف برضو الراجل اللي جنبي هنا ده عايز اعمل تحالف عسكري معاه التحالف العسكري يبقى ماشي تمام كده نبدا نشوف الدنيا Please be seated and take wine to cool the head before we hit the day with words. طيب هنبدا ان احنا هنا كده نعمل بيقول لك هنا ال 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 طب تعالى كده نشوف اللي هو الديفنس لو طب تعالى نشوف كده لو حطينا فلوس بقى هاي حلو انا كده اعمل ايه هعمل ديفنس معاه طيب هو كده عايز كده لازم يبقى هاي يا جماعه العرض عشان يتقبل قال هاي We had heard of your great wisdom and with this generous offer we have seen its خلي بالك انت كده داخل في موضوع التحالف العسكري يعني خلي بالك انت لما بتعمل واحده واحده كده بيبدا ان هو ايه يوافق ماشي طيب تعال نشوف اوبروس تعال نشوف اوبروس تمام I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips military access هنا تمام طيب هنا طبعا هو كده لو طبعا لو عملنا اوفر فلوس ماشي بقت مودريت يعني متوسطه طب كده دي اخر حاجه معايا مش هينفع طبعا العرض ده خالص ممكن ينفع بعد كده طيب هنبدا نمشي ترن ماشي طبعا هنا ايه الـ لسه ده ما كملش هنبدا نمشي خلي بالك احنا كده بنعد ان انت هتلعب يعني انت كده لسه هتلعب مش شوف بقى هنا بقت بدل من 2800 بقت 2900 تمام انت كده شغال وانا بقول لك الفلوس هتجيلك ماشي كل اللي انت بتصرفه ده هيجيلك بس احنا بنلعب مظبوط لان الناس دي بعد كده ممكن تحارب معاك اساسا طيب المهم كده احنا ممكن نوصل برضه التكنولوجيا على طول نشوف الدنيا فيها ايه طبعا ده شوف صفرت ازاي البلد دي صفرت اهي كانت بالاحمر شوف يعني قدرت ان انا اسيطر عليها ماشي ابدا شوف بتقول لي يعني يا صديق طيب تمام عندك التريد لو طب تعالى كده نشوف التريد ومعاه اوفر لو برضه هي مش هتعمل الا لما تكون مدريت عايزه مبلغ كبير لا 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 سيبك منها دلوقتي ماشي سيبك من التريد ده دلوقتي خلينا في الايه هاي لا نزل شويه مودريت طيب ارفع هاي حلو The gods rejoice when men show such good sense. We have an accord here. تمام طيب كده احنا بدأنا نسيطر على عليها
ماشي على الدولة دي تمام، او بدأنا ان احنا ايه يعني بالعلاقات معاها كويسة. طب تعالى نشوف الحتة التانية اللي هي نبوتية دي كده، انا معايا عامل اتفاق كذا اتفاق، هو طبعا الراجل هنا بقى فيري فريند. ونشوف هنا كده عرض تاني، طبعا الديفنس اتعمل تمام التمام. هنا عندك ميليتري الينز ماشي، ده اللي هو اللي فاضل. طب ده هنا له، طب تعالى نعمل عرض كده، لو قبل يبقى انت كده سيطرت على اتنين بروفينس. لا ده سوري، ده بيمنت. طيب احنا نعمل اوفر، اوفر اللي انت بتدفعه في الاوفر كده انت بتطلب منه. طب مديريتي انا عايز تاني، لا مفيش فلوس تانية معاك، ماشي سيبه شوية سيبه شوية. ممكن نعمل حاجة ماشي، ممكن نعمل حاجة نلغي ده دلوقتي، وبرضه تديله هدية هاي ماشي. خلي بالك الرقم كل ما بيرفع معاك كل ما بيبقى مية مية. ماشي طيب، رفع الرقم كده 136 وتحت 126، كل ما بيرفع كل ما انت بتبدأ تقدر ان انت ايه تسيطر عليه تمام. طيب تعال نشوف الراجل بتاع أوبروس قبل ما نقلب. I give you welcome. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting so that all may profit. طب عايزين ميليتري اكسس، ده مودريت حلو قوي، يعني انت ممكن كده لو عملت عرض بفلوس تمام يبقى هاي حلو. طب تعالى ننزل شويه بقى هاي برضو. طيب تمام نزل شويه هاي، نزل شويه هاي، نزل شويه ماشي، وارفع سنه واقول له اوكي، يبقى انت كده عملت ميليتري اكسس. We Greeks are a realistic folk and will accept this accord even as it hurts our pride. تمام لسه برضه هو عنده حاجات بالاحمر تمام، بس كده انا مش خايف منه. طيب هنبدا ان احنا ايه كده تمام خالص، نبدا نمشي ترن. ماشي، هو كده بيقول لك بيقول لك يعني البلد دي عملت هاجت عليك، فانت كده بيقول لك ده استدعي الحلفاء ان انت ايه ان انت عليها ماشي كده. الحليف بتاعي اللي هو في اتفاقية دفاع مشترك بدأت ان انا ايه ادعوه. My friend, I will plead that you do only this. Listen to the gods and join this war. مش هو كده بيقول لي طالما انت كده هتدخلني معاك فانا كده في كذا دولة هتخش معايا عشان انا ايه عشان اقول له اوكي عشان العلاقات بتاعتي ما تبوظ. Your heart and love for your طيب هحاول كده الترن عدى ماشي، هحاول ارجع لكوش تمام، هي في الجنوب هنا، هحاول ارجع لكوش عشان ان انا ايه دي ماشي، اقول له لا، اقول لها لا تعالى نعمل بيس تمام. هاي طب حلو هتقبل اهي. حلو قوي. طيب كده كده هي قبلت ماشي، هبدا بقى ان انا ايه يعني اخلي علاقاتي معاها كويسه تمام. عندك هنا مثلا هديها برضو طبعا دي مش هتقبل، طيب خليها دلوقتي نديها ايه في تريد هنا طبعا. طيب تعالى كده نشوف معاه لو معاه جيفت طبعا هتعمل معايا تجاره. لا هي كده مش هتقبل التريد دلوقتي لما انزل الايه الموضوع بتاعها، يعني لما انزل الاحمرار اللي هي عندها ده ماشي بالفلوس طبعا او هاي. طب تمام. It will take
time to remove the taint of this agreement. اوكي تمام. طيب تعال نشوف برضو الناس التانية. ماشي اللي هي سيرينيكا دي. ماشي هي خلاص بقت ناقص 7. طبعا انا كده برضو عايز اعمل معاها تجارة مش عارف لو. طب تعال نشوف البيمنت اللي انا دفعت لها لو برضو. طيب يبقى نشيل دي خالص كده دلوقتي حاليا. ماشي هاي. طيب تعال نشوف اقل مدريد. طب تعال نشوف كده. ماشي اوكي. The gods rejoice when men show such good sense. We have an accord. ماشي المرة الجاية هتلاقي كل ده ناقص هينزل تمام. طيب الراجل اللي هو بتاع نبوتية. ماشي تعال نشوفه اهو هنا ده. My friend, you honor military aliens. مدريت حلو قوي. ممكن اول يا جماعه حاجه اخدها بالبروفاينس. اول يا جماعه حاجه اخدها بالبروفاينس اللي هو الهدف اللي هو مطلوب. خلي بالك معلش هو اول حاجه بتبقى صعبه شويه بس احسن من ان انت تحارب. طيب المهم هنعمل عليه عرض يعني هتدي له ايه شويه فلوس كده عشان المدريت ده يتحول لهاي. ماشي تعال نقلل شوية برضو. ماشي عايز كده تمام. طيب كده ميليتري إليانس يعني تحالف عسكري. I came as a supplicant and the gods have granted you generosity in abundance. I agree. تعالى هتقول لي طيب تعالى بقى نشوف اللي انت ايه عملته ده. طيب شوف الهدف اهو. الهدف اهو اول حاجة بيقول لك ايه current total كان 1 بقى 2 يا باشا. ولسه لما سيرينيكا تيجي معايا هتبقى 3. يبقى كده اول هدف انت عملته. ماشي اول هدف من هنا انت عملته. طبعا هنا بيقول لك ابن المكتبه. هنا بيقول لك خليك في حرب مع سيلوسيد ده ولا مش عارف ايه تمام. هنا بيقول لك برضو سيطر على سيرينيكا واعمل عليها وصايا. ماشي لسه برضو واحده واحده لما ابدا ان انا اعمل معاها تحالف عسكري الاول. طيب المهم كده انا ايه شغال مظبوط تمام. طيب انت كده عايز تجر بقى في شكل هو بيقول لك خليك في حرب مع دي. فانت كده هتعمل له ايه هتروح تتجسس عليها. ماشي هو سكسيدد يعني نجح خلاص تمام. كده ممكن اساسا نرقيه اهو. شوف اختار لك حاجة من دول يعني مثلا هنا ماشي ممكن مثلا هنا كده ايه ده كده مثلا اول واحدة. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ان هو بيتفق مع الناس ويديهم فلوس عشان اساس يعملوا فوضى وحاجات زي كده يعني. بس المهم دي كده خلاص ده كده خلاص تمام. كده تمام قوي. عندك هنا كده خلاص مفيش. طب هنا كده نبدا برضو ان احنا نعمل حاجه. ماشي ان احنا نعمل يعني ايه مبنى عسكري. طبعا مفيش فلوس. ماشي نعمله في الترن اللي بعد كده. ماشي تمام كده خلاص. ممكن نبني بقى حاجة عسكرية هنا تمام. ونبدأ نشوف الدنيا برضو. عندك هنا كده التكنولوجي دي خلصت تمام. هنعمل تاني تكنولوجي اللي هي اهي. طبعا دي بتاع المكتبة سيبها دلوقتي تمام. اعمل دي كمان. ماشي اوكي دي هتزود لك الثروة بتاعتك. وهتزود معدل البحث يعني. طب تمام. عندك هنا كده ممكن نعمل دي كمان. او تعالى دلوقتي يعني مش هنستعجل. تعالى نشوف سيرينيكا بقت بالاصفر اهي. ماشي ناقص 7. طيب عايزين برضو نعمل ايه. طب تريد بقت هاي. قشطه التريد بقى هاي من غير فلوس.
rejoice when men show such good. تمام 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 كده التريد واخضرت اهي بقت فريندلي. تمام حلو قوي. شفت انا قلت لك هسيطر عليها كده بقت فريندلي. تمام وعملت معاها اتفاق تجاري. كل ما تعمل اتفاق تجاري على فكره كل ما الفلوس اللي عندك بتزيد. طب عايزين نعمل ايه تاني؟ تعال نشوف دي كده برضو لو. طيب ماشي خليها دلوقتي. طب تعالى نعمل عرض كده ونشوف هينفع ولا لا. مودريت عايزه فلوس تاني كتيره بقت هاي. ماشي ماشي يبقى كده نزود دي. You speak with wisdom and grace. We accept and embrace your offer. بس كده تمام. كده قدرت ان انا اسيطر شويه. تمام طيب في حد هنا كده خلي بالك. شوف الثروه شوف الثروه. يعني في الترن الواحد بيديك 3200 يعني كل ما بتدفع كل ما بيجي لك. خلي بالك شوف كده انا كده هدوس بس الدوسه. لكن انت بقى لو قعدت تعمل في حروب طلع بقى كذا واحده والواحده بتستهلك ماشي وبتاكل وبتاع وهتقلل لك في الثروه بتاعتك دي مش هتوصل لحاجه. المهم تعالى دلوقتي نشوف كوش لان هي كانت قلبه عليا دي. ماشي ممكن اخليها صديق برضو. نبدا ان احنا طبعا هي كده 89 ناقص 71 يعني حاجه. Before you say anything, know that I have an amulet against. تريد اجريمنت طبعا بيمنت هنا. انا بعمل اتفاقات تجاريه طبعا ده بيزود لي الثروه بتاعتي. تعالى نشوف دي كده هتقبلها ولا لا. هو لسه لو برضو. طيب كده ده هاي. تعالى نقلل هاي. لا مدريد عايز اكتر. طيب It will take time to remove the taint of this agreement. طيب تمام. خلي بالك في حد بقى بيستفيد من الثروه بتاعتي اللي انا بديها لكوش. هنا بيقول لك ايه اهو بيقول لك ان انت كده بروكن تريتس ويز كوش 5 ماشي. فهو كده بيستفيد برضو يعني هو كده العداد بالاخضر هو على 5 فهو كده بدا ان هو ايه ان هو يستفيد. تمام طيب كده بعد كده احنا يعني ايه طبعا هنا طبعا تمام ماشي. نبدا بعد كده ان احنا نعمل ترن. All I ask is a treaty. I am not proposing marriage. حلو قوي. اسينا اسينا دخلت في الموضوع. هقول له طبعا اوكي طبعا. We ask only a little. Turn your mighty fist against this most annoying of foes. ماشي. هو شوف بقى هنا كده خلي بالك ده هدف اساسا. سلوسيس ده هي هو اساسا مطلوب مني ان انا اخش معاه في حرب. فخلي بالك ان الراجل ده بيقول لي خش معايا في حرب وانا هديك كده. اقول له اوكي. يعني اشوف هي الاهداف جت متظبطه. هو كده بيقول لي خش في حرب مع البلد دي اساسا. اقول له مش انا عايز اخش مع البلد دي. وهنشوف دلوقتي اللي هو من ضمن الاهداف. يعني الهدف جالك متاشر لحد عندك. Has many faces. Sabotage, as you order, my lord. Just. الراجل بتاعي مات. مش مشكلة مش مشكلة خالص. طيب المهم. نعمل واحد ايه غيره. طيب المهم يا جماعة كده احنا الاهداف اهي زي ما قلت لكم. هو كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي اعمل بروفاينس 3 اتحكم فيهم. انا كده متحكم في 2 بس. تمام؟ هنا بيقول لي اللايبرري مش مشكله. هنا شوف اهو بيقول لك خليك في حرب مع سلوسيست ده سلوسيد. ماشي هي جت لي الراجل عرض عليا وانا قلت له ماشي. ده كده خلاص كده برضو الهدف ده خلاص يعتبر خلص. تمام؟ هنا برضو لسه اللي هو ايه؟ يعني احنا لسه شغالين في الاهداف عامه.
طيب هنبدأ ان احنا نطور بقى حاجة. نشوف مثلا هنا كده عندك هنا الاكل 30، عايزين الثروة برضو ممكن تزيد، ممكن ده نعمله مين عسكري. تعال نشوف الدبلوماسي، الراجل ده كده أسينا ماشي تمام. فريندلي. تعال كده نشوف برضو حاجة. عندك هنا طبعا الراجل ده ماشي كده بقى فريندلي برضو. طيب انا كده الراجل ده ممكن مثلا عنده حاجات برضو انا لسه عايزها في ميليتري اكسس مثلا. تمام لو طب نشوف هنا كده البيمنت مثلا لو زودت شويه لو برضو لا خلاص سيبك منه، خلي الجيفت بس. كده بقى هاي. You speak with wisdom and grace. We accept and embrace your offer. ماشي هو كده طبعا انا عمال يعني حيله واحده واحده خلاص، وبعد كده عشان يديني التحالف العسكري. تمام بس هنبدا بعد كده ان احنا ايه نمشي خطوه. ماشي الراجل ده بيقول لي هديك فلوس برضه وخش الحرب ضد الناس دي، اقول له اوكي. طيب هنبتدي بقى نعمل تكنولوجيا يا جماعه. كده خلاص انا كده الحاجات اللي هي ايه يعني ما تخليش عندي وباء انا كده عدتها. هو كده هنا بيقول لي ابني المكتبه. ماشي انا كده بيقول لك ماشي سيبك من دي دلوقتي. ماشي احنا ممكن كده بقى نعمل حاجه تبع الجيش. تمام طبعا ده ما اتعملش خالص، نبدا نعمله. طيب دلوقتي هنبدا ان احنا ايه نشوف العلاقه بتاع سيرينيكا دي. ماشي انا عايز اعمل معاها تحالف عسكري. طيب هقول له ميليتري اكسس الاول. تمام لو برضو نشوف كده لو دفعنا فلوس. هاي حلو قوي. تمام with wisdom and grace we accept and embrace your offer. تمام كده ماشي كده يعني بدأنا اول خطوة ان انا عملت اللي هو الميليتري اكسس. ماشي عندك هنا ميليتري اليانس ماشي اللي هو التحالف العسكري، هي دي الخطوة اللي بعد كده. تمام انا كده يعني كذا اتفاقية هي مع بعض، وفي الديفنس كمان ماشي ممكن تعمله، بس تعالى يعني عشان ما نصرفش الفلوس كلها. تمام تعالى نشوف الراجل اللي هو الحليف التاني بتاعنا. تمام ده ظروفه ايه 186. طيب تعالى نشوف كوش برضو. تمام نخليها كويسة برضو عشان ايه عشان هو كده يعني في عداء، ونعمل التجارة معاها. دي لو طيب تعالى نشوف هينفع معاها ان احنا نتاجر ولا لا. برضو لو اخر حاجة لو ما تنفعش. طيب يبقى لسه هي كده ايه غضبانة، نبدأ ان احنا ايه نديها كده حاجة يعني. ماشي will take time to remove the taint of this agreement.
ماشي كده تمام. كده احنا عملنا 2 ماشي كده. المكتبة كده عندك ماشي كده تمام. طب خلاص اوكي. نبدأ ان احنا ايه نمشي ترن. ماشي كده ترن خلص يا جماعة. بقول لي ان ايجنت هاز ريكفرد فروم انجيري اند از ريدي تو سيرف يو. في ايجنت جديد طلع تمام. في واحد جديد طلع اهو بيقول لي ان هو جاهز ان هو يتعامل معاك تمام. هخليه كده ايه يشوف هنا كده الدنيا. My failure shames me. تطور المدينة. تطور المدينة دي كده. هنا ممكن مثلا نشوف الدولة دي اخبارها ايه. ماشي تمام. very friendly يعني حلو قوي. ممكن برضو نستفيد من الموضوع ده. هبدأ اطلب منهم اطلب منهم ايه. اطلب منهم الميليتري الينس او الديفنس يعني زي ما انت عايز. نشوف ده الاول ماشي ونشوفها هينفع ولا لا. لان طبعا لو الميليتري يبقى انت كده حققت اول هدف زينو اللي هو ان انت ايه تاخد 3 بروباينس تمام. لو برضو مفيش. طيب خلينا ماشي نشيل ده خالص. تعال نشوف الديفنس. مودريت يعني ديفنس جايب بس انا اخري في الفلوس خلاص كده. المودريت ال طب نشيل الديفنس خالص وممكن نقلل بقى ايه الهديه كده كده مثلا. You speak with wisdom and grace. We accept and embrace your offer. طيب تعال نشوف كوش برضو تمام. ممكن نبعت لهم فلوس برضو حاجة بسيطة. تعال نشوف نبوتية دي. نبعت برضو حاجة كده جيفت The pleasures of my household are yours to enjoy. First, though, the necessary burdens of diplomacy. مش دي حاجة بس عشان العلاقة تفضل ايه موجودة. تعال نشوف برضو أبرس. I give you welcome. Military aliens. Let Zeus and all the gods smile upon our meeting so that all may friendly. طيب تعال نشوف ال military aliens هينفع ولا لأ. وفي الديفنس كمان. هاي حلوة قوي. على فكرة ممكن كده نجيب البروفاينس التالت. تمام. تعالى كده نشوف الأهداف. لا كده لسه هو كده يعني مش معترف بأبرس. هو عايز كده حاجة تانية اللي هي دي. تمام. تعالى نشوف أي تطوير هنا.
يعني ممكن نعمل دايز ممكن نعمل ده كده دايز كان عايز التكنولوجي بتاع الاكوادكت. طيب كده خلاص كده ممكن نعمل تيرن برضو. كده خلاص التيرن خلص تمام، وكده عندك في تكنولوجيا برضو اتفتحت او يعني خلصت تمام ماشي. خش بقى على البيت. I'm honored to receive you. Looking forward to your erudite arguments and witty quips. You speak with wisdom and grace. We accept and embrace your offer. العدد من تحت بقى 108 بدل ما كان حاجة و70. تمام. كده برضو هنعمل ترن تاني. لأ طب خلاص انت كده ما معكش فلوس. طبعا بعد ما الترن خلص في سهر عندك حاجة بيقول لك ان هنا في سيبك من الكلام اللي كله مكتوب. I will be a patient audience for your speech, sure that you come to deliver a profitable message. You present honest terms that I accept and will present to my people. I'm honored to receive you. Looking forward to your erudite arguments and witty quips. طيب تعال نشوف اي حاجة تانية على اساس نقوي العلاقة.
مش هو كده مفيش يبقى اديها اي مكافأة بسيطة. ماشي. اي You speak with wisdom and grace. We accept and embrace your offer. مش هو كده عايزاني ان انا ادي الابرص هدية. طب تعالى كده نشوف، هيقلل لك الدنيا يعني، هيزود العلاقة مع دي. طب تعالى نشوف كده يعني، لو انا كده جبت ابرص اهو ماشي واديتها هدية. I am eager to hear your embassy, inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of Athena herself. تمام. I must accept, although. أنا كده اديت لأبرس هدية، تمام؟ طيب، تعالى كده نشوف العلاقة بقت إزاي مع سيرينيكا. آه، كده متهيألي الوش ده اتغير وبقى أحسن. كده 122 ماشي، وفوق بقى 179. تريزوت أبرس جيفت جيفن ذا أبرس. ناقص اتنين. لا هي عايزاني ما اديش لأبرص. عايزاني ما اديش لأبرص هدية، تمام. طيب المهم، تعال نشوف كوش برضو. Before you say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Dark sorcery will gain you naught. ماشي دي لو كده. برضه لو مدريد It will take time to remove the taint of this agreement. ده بيزود الثروة. طيب تعالى نمشي تيرن برضو. طبعا التيرن ماشي، فطبعا ظهرت ايه، هو بيقول لي خش الحرب معايا ضد كوش ماشي، وهديك 320. طبعا انا عامل معاه معاهدة، كوش ايه مش عامل معاها حاجة. اقول له اوكي. طب هو كده بيقول لي ريكريتز فولوينج ايجنت شامبيون. طب ماشي، هنعملها ازاي؟ تمام، هنعملها ازاي؟ انا كده انت عندك هتجيب المدينه دي، وهنا عندك الشامبيون، هنا الايجنت عامه، في هنا ده كده شامبيون اهو، هتدوس على اي طلع اي واحد بقى، طلع مثلا ده ريكريت، خلاص هو طلع اهو اهو. تمام، خلاص كده انا عملت اللي هو عايزه. تمام، في عندك هنا برضو لسه ماشي كده اتنين بس هما اللي احنا عاملينهم. تعال نشوف برضو ال الدبلوماسي هنا. I'm honored to receive you. Looking forward to your erudite arguments and witty quips. عندك هنا ال عندك هنا في هنا الميليتري الينز. تمام، تعال نشوف برضو لما ندفع فلوس هينفع يبقى في تحالف ولا لا. مدريت. طب ماشي، ممكن يعني المرة الجاية، ممكن المرة الجاية ممكن. طيب هنبدأ ان احنا نقلل ده كده شوية.
name and grace. طيب كده انا هقول حاجه، انا كده ممكن اطلب من النبوتيه ان هي توقف الحرب مع كوش. In my lord's name, be welcome and may the blessings of the gods bring you the profit of the day. مفيش طبعا الاوبشن ده. طيب هنلغي الكلام ده كله. تمام. طيب هنبدا ان احنا ايه نعمل ترن برضو. نشوف هنا برضو ايه الحاجات المباني اللي عايزه تطلع، وهنا برضو عايزين نطور الباركس ده. طيب كده في خلاص كده حدث تقريبا. زيون جومون از ناو ريدي تو تيك اب ذا ريسبونسابيلتي. ماشي، يعني ان هي تحمل المسؤوليه يعني. طيب خلاص، بيقول لك ان البنت الصغيره ناو ريسيرشنج ده. ماشي، انا كده خلصت ده تقريبا، او هو بيعمل ان هو ماشي سكاره مش كام. طيب نشوف كده، هو معلم على ده، هو علم لوحده مش عارف، او انا علمت مش عارف. تمام، هو كان معلم على حاجه قبليها بقى. طيب تمام، نسيبه عشان هيطلع لنا الكامب اللي هو الاسكار مش كامب ده. تمام. ماشي كده، عندك 4000 وفي كده التطوير ده. تعالى بس نشوف العلاقه الاول، اللي انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اخلي في هنا تحالف عسكري عشان الهدف يتعمل. طيب ممكن نشوف هينفع ولا لا. عندك هنا ميليتري الينس اهو. تمام، وعندك هنا البيمنت هتدفع مدريد. طب تعالى نزود شويه. ماشي، هاي حلو قوي، هيتقبل يا جماعه. وكده هتبقى ثالث تحالف ليا. ماشي، والهدف كده اتعمل. ماشي، هو طبعا خد وقت بس هو لازم كده. خلاص خلاص كده يا جماعه، كده انا بقى عندي تحالف ايه. ماشي، انا كده بقى عندي ثلاثه، عندي وأوبروس وسيرينيكا، ثلاثه تحالف معايا. تمام. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي حصل في الهدف. ماشي، احنا قلنا الهدف الاولاني اللي هو ده. ماشي اهو خلاص كومبليتلي. سوري يا جماعه، سوري. في بقى يعني بلد باقيه، سوري، هي تبع برضه المقاطعه دي، فانت لازم ترضي دي وترضي دي، بس دي دوله. تمام، انت كده ايه عملت فريندلي يعني سهله. ماشي، هاجي انا هنا اقول له عايز اعمل ميليتري اكسس معاها، عايز اعمل ميليتري اكسس. مديريت حلو قوي يعني، كده مش كده شويه فلوس وايه. انا مش معايا فلوس. لا معايا. طب استنى كده نجرب دول 500. لا ما تنفعش، عايز ازود من كده المره الجايه ان شاء الله. ايه، طب تعالى كده نعمل اي تحالف كده معاه. ميليتري اكسس، ميليتري الينس ده لو لا احنا كده نجيب الميليتري اكسس. ماشي، الديفنس الينس لا له برضو. طيب تعالى كده نشوف. ماشي، المهم كده هم محتاج فلوس، لازم تعمل دي كمان. The rains of peace could be felt. Your
Please accept us a most humble audience for your terms, my poor self. Now, speak as you will. I came as a supplicant, and the gods have granted you generosity in abundance. I agree to all. How can I serve you? Greetings, most excellent friend. Be at home. And speak as you would before your own hearth fires. We had heard of your great wisdom, and with this generous offer, we have seen its...
Welcome, friend. Welcome. I, in my lord's name, will give you a fair answer before the sun sets. Okay.